بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. مع هذا الحر، موجة الحر التي تمر ببلادنا هذه الأيام والتي تتجاوز 40 درجة، النحل في وقت الظهيرة صار يعمل قيلولة، لا يخرج، يخرج في الفترة الصباحية فقط وفي الفترة المسائية. ومع كذلك تواجد النحل السارق، لأن هناك بعض النحلون لا يغذون نحلهم. فهنا أفتح قوسين وأقدم لكم نصيحة حسب تجربتي المتواضعة. الكثير منا بعد جني العسل لا يلتفت إلى النحل ولا يقوم بتغذيته، وهذا خطأ فادح، خطأ كبير. بعد جني العسل مباشرة قم أخي بالتغذية السكرية، ومع دخول فصل الخريف قم بوضع دوائي الفاروا تحافظ على الخلايا قوية. مثلا أنا هاتي الخلية على الطابق العلوي، سأنزل كل نحل إلى الطابق السفلي إلى صندوق التربية، لأن النحل بدأ في كما يقال بدأ يضعف، وإن تركت له صندوق العاسلة هكذا ستهجم عليه دودة الشمع. هذا الصندوق صناديق أخرى لا أحكي عليها. دون أن أنسى فضلات الأبقار والعرعار في المدخن. النحل السكري أتيت به هكذا داخل الأكياس البلاستيكية. كما يقال لكل مقام مقال ولكل حدث حديث. غبت مدة 15 يوما لأني لم أجد ما أسجله، فلا داعي لتكرار الفيديوهات. بسم الله. الأكياس البلاستيكية وضعتها قبل أيام. مع أن هذه الشجرة تعطيهم الظل بعد الظهيرة. ولا نحلة ماتت. إن التغذية بالأكياس البلاستيكية رائعة جدا. لنرى هذه الإطارات قطفتها عسلا، عسل يعني شمع. مسكين النحل جوعان. الإطارات التي فيها عسل سأنزلها إلى صندوق التربية. بالله عليكم انظروا هذه الخلية، فيها إطار 2 3 4 5 6 7، بعد أن كان فيها 20 إطارا. صابها الوهن، مات الكثير من النحل. هذا الشمع الذي لا يوجد فيه أكل أنزعه هكذا. ولمن يحتاج العكبر، ها هو العكبر أمامكم، عندي الكثير منه، سأعطيه إن شاء الله بالمجان. العكبر فيه فوائد جمة. النحل بقى مشتت مع صندوق العسل وصندوق التربية. هذا فيه أكل فلندعه، هذا فيه أكل أرجعه، هذا فيه أكل أرجعه، هذا فيه أكل أرجعه. أرأيتم إخواني النحلون؟ النحلة ستعيش هكذا. لا علينا. الإطارات التي فيها عسل سأأخذها إلى صناديق أخرى. مثلا كنس. هكذا أرجعت هذا صندوق العسل فارغ. بمثابة غذاية، سيكون غذاية فقط.
تستطيع وضع الكثير من المحلول السكري، يعني تفتح مرة واحدة لكي لا تزعج النحل، كل مرة تفتح النحل. ها وضعت له كيس، كيسين، سأضيف له كيسا ثالث لا علينا. تغذية مفيدة وضرورية. بعد ذلك افتحه بسكين هكذا. يعني هذا صندوق التربية سيكون بمثابة غذاية، وحتى النحل يتهوأ فيه، يصبح صندوق تهوئة وغذاية. أرأيتم العملية تمت بكل سلاسة. تكل ذلك الشمع الممطوط سأأخذه داخل ثلاجة لمدة 24 ساعة وأخرجه وأضعه داخل أكياس وأغلقها بإحكام، أو أتركه هكذا في العراء كما أترك هذا الشمع الممطوط هنا، لن تصيبه دودة الشمع. تستطيع وضعه هكذا تحت في الأشجار التي فيها الظل. إخواني وأخواتي متابعي هذه القناة، فضلا الأمر ادعموني شجعوني وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.